تعالي يا اولية تعالي، ده انا عامل لك حته مفاجاه. اجي فين يا اخويا؟ انا مش شايفه حاجه. هو انت خاطفنا يا بابا؟ طب لو خاطفنا عرفنا. انا مش شايفه حاجه. بطلوا رغي بقى، قربنا نوصل، امشوا بقى. امشي فين يا حاج؟ انا مش شايفه حاجه. بابا شوف ماما وقعت عادي ولا وقعت في بلاعه؟ قومي بقى خلاص يا حاجه وصلنا. انا مش عارفه ايه اللي خلاها توقع وكمشي مغمضه كده. مش مفاجاه، فيها اوليه. قولي لي ايه رايك؟ رأيها في ايه؟ صحيح يا حاج، يعني انت جاني المشوار ده كله عشان توريني الخرابه دي؟ خرابه يا اوليه، دي حته ارض لسه شاريها. ايه ده؟ ممكن نعمل ده بوتيك واكسسوارات للبنات واخد منها ببلاش. بوتيك ايه يا بنت؟ هو ابوكي لا ياكل؟ الله صحيح يا حاج، جبت فلوس الارض دي منين؟ اه يا بابا صحيح، اوعى تكون بتتاجر في الممنوعات. بس يلا ما انا كنت محوش قرشين كده وبعت البيت. يا لهوي، بعت البيت وجبت لنا خرابه؟ يا حظك المهبب يا حاجه. دي خرابه فعلا يا ماما. يا وليه هيبقى عندنا بيت واسع اوسع من اللي كنا قاعدين فيه. يا لهوي، انا عارف حظي في الدنيا قليل. ما تهدي يا ماما بقى عشان نفهم بابا عايز يقول لنا ايه. اه يا ماما اهدي بقى. اهدى؟ اديني هديت. قول لي بقى يا حاج، عايز تعمل ايه في الخرابه دي؟ برضه خرابه؟ معلش يا بابا. قول بقى. بص احنا نوضب الارض دي ونعملها بيت ونجيب العرش بتاعنا نحطه هنا. والله وانت معاك بقى فلوس لتوضيبها؟ ما انا بقول لك يا اولاد نعمل كل حاجه بايدنا، ايدكم معايا يا عيال. اشتغلوا اشتغلوا، ولما تخلصوا يبقى تعالى بقى خدني من عند امي. باي باي يا حاج. انت عايز تمشي يا اولاد وتسيبينا محتاسين؟ طب طلعت ثلاثة اللي تشتغلي معانا. لا وانا قلت مش هوضب حاجه، انا مش هوضب حاجه ومش راجع في كلامي يا حاج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مستني رايكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سيبكم على الفيديو. حلو كده يا حاج، شاهلي يا بيت. ايوه ماما، حضرتك اسم مكرونه في الحته دي على اساس انه مطبخ يعني. وانا على قد الفوطه دي عشان طالع من الحمام يغسل ايده طبعا. والله هو في حمام اصلا يا ابن الهبله؟ وانت بتعمل ايه يا حاج؟ انا بقرط على الطوب يا وليه عشان الطوب ما يتفكش. لا والله فيك الخير يا حاج. شفت يا وليه خايف عليكوا ازاي؟ طوب يا راجل اللي بتقرط عليه ومسمار 10 سنتي؟ لا انا كده شكلي اروح عند امي. اهدي يا مامي بس. لا انا الكلام ده مش هينفعني، انا هريح على السرير. ايه ده؟ في ايه؟ حد يخش بيت الناس بالعربيه كده؟ ايه ده؟ الله صحيح، انت مين يا راجل انت؟ انا اللي مين؟ انتوا اللي مين وبتعملوا ايه في الارض بتاعتي؟ ارض ايه؟ دي ارض جوزي، وري له عقد يا حاج. انا هو مين؟ لا ما انا مش معايا عقد، انا معايا حاجه تثبت اكتر من العقد. معاك ايه يا حاج؟ السمسار قال لي مبروك عليك حته الارض. نعم؟ يا وكسيتي اتضحك عليك يا حاج؟ بقينا في الشارع يا حاج؟ يا سنه سودة. لا حلوا مشاكلكم دي بره الارض بتاعتي. استنى بس اكلم السمسار كده. الرقم مطلوب مولك او غير متاح، شكرا لك. بليز كول، انا في تايم، هاف ا نايس داي. عرفتي بقى نضحك عليكم وترمينا في الشارع؟ اعمل ايه واروح فين؟ يلا اطلعوا بره ما تقرفونيش. طب انا مسجل له وهو بيقول لي مبروك عليك، هل دي ليها دلاله؟ امشي يا حاج، كفايه لحد كده تعمل فينا اكتر من كده. يلا يا بنتي تهبدي هنا، عليه العوض ومنه العوض. ايه ده يعني خلاص نمشي من هنا؟ ده انا برص في حاجه بقالي ساعه. امشي يا بنت، تعالي نشوف هنبات فين. جاي يا ماما. يا لهوي عنك. الو، ايه في ناس جايين اهو؟ ايه في ناس مغفله تانيه جايه؟ ايوه بقول. طب مستنيهم اهو.